مشاهدي قناة شفتي مرحبا بكم، رجعنا لكم في هذا البث المباشر بالضبط مدينة الدار البيضاء شارع أفغانستان منطقة الحي الحسني. يعني في صباح الباكر من صباح اليوم يعني فاجعة، سائق سيارة من نوع توارك يعني دخل هنايا في واحد سائق ديال سيارة أجرة، يعني حالته خطيرة وتم نقل ديال المسجلات، حالته ما بين الحياة والموت. هذا هو مكان وقوع الحادث، يعني حالته خطيرة، خلف موت طاكسي حالته خطيرة، يعني هذا هو مكان وقوع الحادث. شارع أفغانستان، شارع أفغانستان منطقة الحي الحسني. شوفوا معنا الزجاج هنايا ديال السيارة، شوفوا معنا هاد ديال الحمورية ديال الطاكسي، هاي الحمورية ديال الطاكسي، شاد شي حمر ديال الطاكسي، شوفوا معنا، شوفوا توارك سيارة من نوع توارك، شوفوا الأشلاء ديال السيارات كله هنا. حفظ الله ما وقعت شي كارثة، نتمنوا الشفاء يا رب لهذه السيارة الأجرة، الله يجيب ليه الشفاء، الله يشافيه والله يعافيه. يعني شوفوا معنا، شوفوا أشلاء ديال السيارة توارك. شوفوا معنا أشلاء ديال السيارة توارك هما هذو. هذا هو مكان وقوع الحادث الخطير منطقة الحي الحسني. هذا هو المكان بالضبط، الله يجيب ليه الشفاء يا رب، الله يجيب ليه الشفاء. الله يشافيه والله يحفظه، الله يشافيه من الطاكسي. صباح الباكر صبيحة اليوم، حادث سير خطير كيهز منطقة الحي الحسني، سيارة ديال التوارك بسرعة فائقة بسرعة جنونية دخلات مول طاكسي، الحياة ديالو ما بين الحياة والموت. شارع أفغانستان هذا خويا، شوف 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 هو شارع أفغانستان منطقة الحي الحسني. إنسان يسوق بالمهن، إنسان يمشي بشوية، كيف ما كتشوفوا معانا حوادث سير خطيرة كيوقعوا. إذن مشاهدينا الكرام، الله يجيب الشفاء يا ربي من الطاكسي، لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنسان يسوق بالمهن. مشاهدينا الكرام، غادي نبداكم أنا، نتلاقاكم في بث مباشر آخر إن شاء الله، إلى اللقاء.